بابي بابي الله يرحمه هو اللي عقدني. عمل ايه بابي؟ كان كابتن جيم، كان بيحط القمايله في السريلانكا. بص بقيت عامله ازاي، البنات كلها تتعكس في الشارع. تلاقي حلوه دي، تلاقي عسل. عارف انا كان بيقول لي ايه؟ ايه؟ عاش يا وحش. المسرح يعود من جديد، تياترو مصر الموسم الثالث، من المسرح للحياة. تياترو مصر من الخميس إلى السبت على مسرح أوبرا جامعة مصر. تياترو مصر الجيل الثاني، انتظرونا الجمعة 8 مساء على الحياة.